المشاكل اللي تعرضنا لها في الحدود مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة من نهار تحبسات الطريق. حنا كاينين في المشاكل، مشاكل كثيرة بزاف. تأثروا الناس السائقين، تأثروا رباب الشاحنات، تأثروا النقالة، تأثروا البيع والشراء، التجار خسرات لهم السلعة، كل شيء ضاع، كل شيء تكرفص. ولا حسن الحظ اللي عندنا هو ما بقينا 26 يوم. يا 26 خويا، شنو نقول لك؟ السفير الله يعمر هضر، القنصل ديالنا، السفير ديالنا في نواكشوط وسميتو في نواديبو، والعمده ديال نواكشوط والمجتمع المدني ديال نواكشوط، يعني بصفه عامه الناس كاملين كانوا كيتضامنوا معنا. يعني ما خصنا تاخير، كلشي الاكل داكشي كان كيتوفر لينا، اكل وشرب وكلشي داكشي اللي خصنا كان كيجينا. يعني ما خصنا تاخير، كان المشكل اللي عندنا هو نجيو للبلاد، راك عارف الدار كلشي مخلوعين علينا، الوليدات العائله، هادشي اللي كان. من بعد نهار الجمعه اللي تفتحات الطريق نهار الجمعه، يعني سمعنا ديك الخبر فرحنا بان الطريق تفتحات. حنا كنا في نواكشوط، يعني دوك الناس اللي كانوا في الحدود دوزوا من نهار السبت دازوا بحريه ديالهم، يعني على راحتهم، ماشي في النهار وكلشي. وحنا طلب منا السفير باش نبقاو حتى نهار الحد باش نمشي. نهار الحد جينا حنا ودزنا عادي، ما كاين حتى شي مشكل، عادي دزنا بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين، ورا الصوره كتوريكم. واش عندك بلاصه؟ بقينا كنقلبوا تما حتى كنشوفوا داكشي، دوك الحوايج ديالهم خلاو، داك الصنادل ديالهم، الحوايج ديالهم، كلشي خلاو، ماكلتهم، القياطن ديالهم، كلشي. ها في ديك البلاصه كلشي خلاو، هما ما عرفوش باش تبلاو، كلشي ما كاين غير الفرار والسرعه المفرطه، كلشي هرب. داكشي هي في ديك البلاصه. واه انا جبت هذيك السوفينير من تما، النعاله نحتفظ بها، نديرها فافيتو ما زاد العلاني، ما وصلت نحدو لها شحال ديال الوقت، ما زاد العلاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.